السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة والمواكبة لانتصارات المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني، والمواكبة كذلك للإبادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. هذه الإبادة المستمرة من يوم 7 أكتوبر لغاية هذا اليوم، وبما يرافق هذه الإبادة دعوة من الجامعة العربية لعقد القمة العربية الإسلامية يوم أمس بالعاصمة الرياض. العديد من المخرجات لهذه القمة، أهمها إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللا إنسانية، رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، والعديد من النقاط هي مخرجات القمة العربية ليوم أمس اللي مثل ما ذكرنا انعقدت في الرياض. بالتأكيد كل هذه المعلومات والمخرجات راح نناقشها مع ضيوفنا الأكارم، الأستاذ كامل الكناني الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك تنضم لنا عبر سكايب من بيروت الكاتبة والمحللة السياسية أستاذ ثريا العاصي. رحب بكم ضيوفنا الأكارم. مرحبا بك. أبدو ياك أستاذ كامل، بداية شلون تابعت القمة العربية؟ مخرجات هذه القمة شلون قرأتها وفق الواقع اليوم بفلسطين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا مشاهديك الكرام والضيفة الكريمة من بيروت. أبارك انتصارات شعبنا الفلسطيني وأعزي بعوائل الشهداء والتضحيات الكبيرة التي يقدمه هذا الشعب الصابر، وأسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء للجرحى والثبات والصمود والتسديد للمقاتلين. نعم. بصراحة القمة يعني لم تخرج عن كونها قمة فاشلة لا تضيف شيء ولا تغير شيء ولا تأتي بجديد ولا تعبر إلا عن حقيقة النظام العربي الرسمي. يوجد استثناء أتحدث عنه في تفصيل، ولكن القمة العربية أصلا لم توضع لكي تنفذ شيء، ولم تتشكل لإنجاز شيء، ولا تملك آلية تنفيذية أصلا لكل القرارات. كل قرارات الرؤساء العرب، الرؤساء والملوك والأمراء ومختلف مستوياتهم، هي قرارات لفظية. القمة العربية ظاهرة صوتية لا تأثير لها، لا تأثير لها لا في العالم السياسي ولا في العالم الأمني ولا في العالم العسكري ولا في العالم الاقتصادي. نعم، هي أداة لتعطيل المشاريع البديلة. أستاذ كامل، بيان القمة، بيان القمة العربية الإسلامية بيان طويل عريض، يعني هسه إذا نقرأ تقريبا بأكثر من 31 نقطة يعني أصدرت البيان كلها، خلينا نخليها على صفها. عندي نقطة مهمة حاب أستفهم منها منك، اللي تقول إطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لفرض السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. هاي النقطة شلون نفسرها من قمة عربية إسلامية المفروض يعني انعقدت حتى تعالج مشكلة وحرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني؟ أنا ما أسميها قمة، ما أدري انتبهت للولا، أنا أسميها قمة. القمة العربية إذا كانت قمة لازم تتحدث عن رأس في هذه الأمة، رئيس مسؤول، شخص كبير في الدولة. الشخص الكبير في الدولة لا يطالب، لا يريد، وإنما يعمل ينفذ. هو مسؤول بالدولة، هو مسؤول كبير، ولذا إذا يريد يتحول إلى عضو في قمة عليه أن يذهب إلى الأعمال. ماذا يجب أن تفعل حينما تجد شقيقك يتعرض لعدوان، لقتل، لإبادة جماعية، لمذابح، لمجازر؟ ماذا يجب أن تعمل؟ أنت قاعد لي وتصدر لبيانات شجب واستنكار وإدانة ومطالبة. هذه النقطة اعتراف في إسرائيل؟ هذا مو أصلا هو موضوع. الجامعة العربية أسست لكي تمنع الشعوب العربية من التطلع الوحدوي الحقيقي، وضعت لكي تكون عنصر تعطيل وتخريب في جسد الأمة، يعلمها على البيانات والتصريحات والاستنكارات. ولذا إذا نأخذ تاريخ القمم العربية كلها ما نجد قمة واحدة أبدا، نجدها قمم كلها، باستثناء القمة التي عقدت بعد حرب حزيران. نعم. واللي في الخرطوم، كانت قمة الخرطوم معروفة، وخرجت بلاءات ثلاث، لا مفاوضات لا استسلام.
لا اعتراف بالكيان الصهيوني ولا مفاورة ولا استسلام. هذه اللقاءات الثلاثة اللي عرفت بها قمة الخرطوم هذه كانت أحسن أنواع الكلام، هي ما خرجت عن إطار الكلام، ولكنها قدمت، لأن التحدي المعروض على الدول العربية آنذاك كان الاستسلام للكيان الصهيوني والتفاوض معها وحل المشاكل، هذه القمة رفضت، وإلا البقية هي قمم تصدر بيانات تافهة لا قيمة لها، لا تستحق قيمة ورقها وحبرها. يعني أنا ردت أبدي من هذه النقطة باعتبارها نقطة مهمة. يوجد استثناء، بس استثناء بسيط، لأن هذه القمة كانت قمة عربية إسلامية، كان الطرح الإيراني هو الطرح الوحيد الذي يوجد فيه معنى، توجد فيه كلمات واضحة الدلالة. رح أرجع لك على تفاصيل الكلمات والخطاب وحتى المخرجات، مثل ما ذكرنا 31 نقطة تحتاج إلى تفصيل أكثر. لي العلم أنه هذه النقطة اللي ذكرناها تتحفظ أو تحفظت جمهورية العراق على، مثل ما ورد بنص البيان، تتحفظ جمهورية العراق على عبارة حل الدولتين أينما وجدت القرار. العراق وتونس، تونس أيضا اعترضت على هذا التوصيف، كونها تتعارض مع القانون العراقي. نعم، العراق وتونس. نعم، سيد ثريا رحب بيك مرة ثانية. أهلا، يا أهلا وسهلا، تحياتي لك وللضيفة. حياك الله سيد ثريا، مرحبا بك. نعم، مثل ما وصفناها حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، مرة إبادة مرة تهجير، يعني سياسات اتبعها الكيان بحق الشعب الفلسطيني. شلون دات تتابعين شخصيا كل هذه العمليات والإجراءات والوضع الحالي بفلسطين؟ يعني كما سبق وذكرنا بأكثر من مرة منذ اليوم الأول أن ما يجري هو عدوان وإبادة جماعية بموافقة عربية وبمباركة امبارح حسب القمة بمباركة، لأنه صار في فصل عن موضوع غزة، عن وصار تحديد إعادة طرح مجددا المبادرة العربية والكذبين اللي عم ينطرح، واللي مثل ما ذكرت انه فقط تحفظ على ذلك العراق وتونس، العراق وتونس. نعم. ولكن انه شاهدنا امبارح حفل من احتفاليات موسم الرياض، يعني واضح انه اساسا لما بيجي القمة الطارئة بعد 36 يوم من العدوان والمجازر المتتالية، كل يوم تحدث مجازر في غزة، وهذا التطهير العرقي، يعني نحن شاهدنا في العالم ونعول على العالم الإنساني اللي خارج هذا الفضاء العربي كيف هم تفاعلوا وكيف كانت ردة فعلهم وناصروا فلسطين. شاهدنا العلم الفلسطيني في كل مكان، وفلسطين حرة في كل مكان، من أمريكا اللاتينية لآسيا لغرب آسيا لأوروبا، حتى بلدان الاتحاد الأوروبي. الدول المشاركة في هذا العدوان، المشاركة، وأركز على المشاركة لأنهم ليسوا فقط يدعمون أو يغطون هذا العدوان، لا، العدوان عالمي على غزة، على أطفال غزة. وبالتالي نحن رأينا العالم كله يعني يتفرج، الدول العربية. لذلك نتساءل سيد ثريا، ما طرح خلال القمة العربية ما كان يتناسب مع حجم الكارثة الحالية والإبادة الجماعية بفلسطين؟ عفوا، ما طرح بالقمة العربية وما نتناوله من مخرجات يتناسب مع حجم الكارثة الموجودة بفلسطين، حرب الإبادة الجماعية، أكثر من 11,000 شهيد وآلاف، عشرات الآلاف من الجرحى، تخفيف من العدوان. يعني كم كالبيانات التي تصدر عن البيت الأبيض أنه نحن لم نقل لك أن ترمي بهذه القنابل على الأطفال، ولذلك نرسل قنابل مناسبة مؤاتية لقتل هؤلاء الأطفال. القمة العربية طالبت بالتخفيف من هذا العنف، يعني ما مش قادرين بقى يشوفوا بالضبط هذا العنف وهذه المجازر وهذه المذابح بحق الشعب الفلسطيني. ما الذي في اكثر من نطالب فعلا قمة مطالبات العالم،
مطالبات، ولكن طالب من؟ إذا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكل الاتحاد الأوروبي أتوا وشاركوا، أرسلوا قوات، أرسلوا سفن حربية، أرسلوا حاملات طائرات، أرسلوا غواصات نووية، أرسلوا بوارج بحرية، أرسلوا حتى متطوعين من بلدانهم عندهم العلم الإيطالي والعلم الأمريكي والعلم، ويشاركون في هذه المذبحة. أنه لم أفهم من يطالبون وهم لا يستطيعون أن يوصلوا حتى زجاجة. فعلا هم يطالبون منه أستاذ كامل بهذا الوضع، يعني يطالبون منه ممثلين الدول العربية الإسلامية أو حتى من أصدر البيان الختامي. وأنت أشرت إلى واحدة من الكلمات اللي تشوفها كلمات جيدة بما ينسجم مع الوضع بفلسطين. يعني من الناحية الواقعية، جامعة الدول العربية لا تمتلك آليات تنفيذية، لا تمتلك طريقة إجراء ما يقوله الرؤساء. العالم لما يريد تمتلك فتح معبر رفح، فتح المعبر، فك الحصار عن غزة. هم يستطيعون أن يفعلوا الكثير. أنا ما أدري الأخت ثريا لا زالت تتحدث. الأخت ست ثريا يعني تقول لك إن هم يستطيعون فتح المعبر، يستطيعون إيصال المواد الغذائية للناس. يستطيعون كل شيء. بس هم اكتفوا بالمطالبات. أجبن من أن يصرحوا بالحقيقة. أجبن من أن يقولوا الكلام الواقعي. أجبن من أن يقولوا أن أمريكا هي التي تدير الصراع، وهي التي تحرك إسرائيل، وهي إسرائيل كلب حراسة لمصالحها في المنطقة. حتى ما يخص أستاذ كامل، حتى ما يخص نقطة الأسلحة، يعني أقرب نقطة مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال. يعني اليوم أكو عاقل ما يعرف من يصدر الأسلحة للكيان الصهيوني ومن يدعمه؟ لا، أول هذول الرؤساء العرب. هسه خلينا نتحدث عن المنطقة العربية. يعني مثلا ماذا يقوم، ما هو الدور الذي يقوم به ملك الأردن لمساعدة شعب غزة؟ ما هو الدور الذي يقوم به الرئيس المصري؟ الرئيس المصري فقط طلب من الإسرائيليين أن لا يهجرون الفلسطينيين إلى سيناء. طلب منهم أن يهجرهم إلى صحراء النقب. هذا واضح جدا. يعني هو حدود مطالباته، بمعنى أنه أقر بالجريمة وقبل بها وقبل بتفصيلاتها، ولكنه معترض على بعض التفصيل. تفصيل أكو أنه الفلسطينيين يجون يقعدون بسيناء، لا هاي ما يقبل بها، وقال هاي ما نقبل بها. هذا مستوى الرد. أستاذ كامل، وين المواجهة؟ يعني واحدة من النقاط دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة. هاي تبعات احتمال يريد دولارات من السعودية، يريد شوية مخارج مالية، يريد وإلا الكلام الصحيح الذي تفضل به الرئيس الإيراني. الرئيس الإيراني شخص نقاط رئيسية: أولا تسليح الشعب الفلسطيني، ثانيا أن أمريكا هي التي تقوم بالحرب، أمريكا هي التي تعرقل القرارات الدولية، أمريكا، ثالثا أن الحل هو المقاومة. هذه 4-5 نقاط رئيسية طرحها السيد رئيسي. هذا هو الوحيد الذي ميز القمة وجعل منها قيل فيها كلام به خير، كلام به حق، كلام صحيح. أما كلام الرؤساء العرب كلام هذر لا قيمة له، لا قيمة واقعية، لا قيمة سياسية. زين، أنت اتفاقيات السلام، خلينا نناقش اتفاقيات السلام اللي دعت لها القمة العربية. هي اتفاقية السلام وين وصلت الفلسطينيين؟ الفلسطينيين في قرار 181 كان اليهود يأخذون 4% من أرض فلسطين و 96% للفلسطينيين، الدولة العربية واليهودية. اجت الحروب الأخرى اللاحقة أوصلت الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 78% بيد إسرائيل و 22% للفلسطينيين. مبادرة السلام العربية فاس، مبادرة المغرب ومدريد وأوسلو، كلها قررت أن تعطي دولة فلسطينية على 22%، والكيان الصهيوني ما يقبل. الكيان الصهيوني يمتد يوميا على المساحات الفلسطينية ويأخذ منها ويحاصر الفلسطينيين. يروح البيت المواطن الفلسطيني يفلش بيته، يقول له أنت متجاوز، أنت باني بدون ما تأخذ إجازة البلدية. بالتالي ماكو فائدة لما معناه إعادة التأكيد على هذه المبادرات السلام. هي مبادرات خيانة. يعني شاري لقرارات مجلس الأمن بالواحد وبالـ67 و338 بالـ73 497. هي مبادرات عار، مبادرات خذلان لحد 2016. يجون يعيدون بها ويكررون بها ويتحدثون بها وكأن الكيان الصهيوني عنصر موثوق للسلام، عنصر مؤهل للسلام. هو عنصر إجرامي. هو الآن الكيان الصهيوني وصل إلى مرحلة
إلى مرحلة أن يبيح تدمير المستشفيات ويقول أن معلومات لدينا معلومات بأن حماس تخفي أنفاق جعلت تحتها الأسرى في مستشفى فلان. وهذا مراسل العربية بالسعودية، مراسل قناة العربية يشير إلى أن هنالك مداخل لحماس في مستشفى في المستشفى المركزي بغزة. المحلل العسكري لقناة قناة العربية. فإذا نحن أمام تواطؤ عربي كامل، أمام مهانة عربية، أمام قمة حقيقية من التعفن والفساد والخيانة والوجع والألم الذي يجب أن يشعر به كل غيور. الآن أكو واحد بالعالم ما يشعر بهذه الفظائع؟ هاي جرائم الكيان الصهيوني ما لها علاقة بقطاع غزة. هذه أنت لما تسمح لجهة سياسية حكومية عصابة دولة أي شيء يسميها تسمح لها بأن تقتل الأطفال وتقتل النساء وتقصف المستشفيات وتقصف المدارس، ومن ثم تأتي أمريكا وتدعمها وتمنع صدور قرار دولي وتخشى لإيقاف الدول الحرب العربية ورؤساء الحكومات العربية أنه حتى تذكر اسم أمريكا. يعني أنت قلت ثريا المطالبة من مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إلى الشعب الفلسطيني وأهالي غزة. هذه المطالبات راح تتم الاستجابة إلها، أكو استجابة من مجلس الأمن، وحتى إن استجاب مجلس الأمن راح يقدر يلزم الكيان بتطبيقها وتنفيذها؟ أي مجلس أمن؟ يعني هذا هو كان سؤالي الأولي، أنه نطالب من نحن؟ أي مجلس أمن؟ أي مجتمع دولي إذا كان لم يتمكن أو لم يقرر العرب قبل 36 يوم من هذه القمة الذهاب كمجموعة عربية إلى مجلس الأمن؟ ثلاث مرات روسيا والبرازيل هم من تقدموا بقرارات لوقف إطلاق النار أو للتخفيف من العنف على غزة أو من هذا العدوان. أنه من يطالبون العرب؟ العرب استطاعوا أن يأخذوا قرار غير ملزم لإسرائيل، وهم يعرفون أن مجلس الأمن يعني الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الذين يشاركون في هذا العدوان على غزة. العرب لم قبل ما تطالب بأي شيء لم يمزقوا اتفاقيات السلام مع إسرائيل، ما زالوا يتكلمون عن سلام وعن بيئة مسالمة تجاه مد اليد إلى إسرائيل. لم يطالبوا بأي شيء حتى يعني وقت اللي بدنا نحكي عن مستقبل غزة، يعني لم يعطوا أي اعتبار للمقاومة في غزة، لم ينصفوا الفلسطينيين بموضوع حق المقاومة. من شنو ممكن يتخوفون؟ يعني شنو اللي يصير بعد أكثر بالشعب الفلسطيني أو حتى باكر عقبة توصل لبلدانهم؟ لأن هذا الطوفان سوف ينتقل إلى بلدانهم. هم كما إسرائيل هي شرطي جاسم على صدر الفلسطينيين في غزة، هم أيضا يعني ما الذي قاموا به في هذه البلدان؟ يقولون لك أنهم لا يستطيعون لأنه عندهم مشاكل اقتصادية وشعبهم أفقر. من أفقر هذه الشعوب؟ من دمر هذه الدول؟ يعني حين أنت تصمت عن غزو العراق وقتل مليون طفل عراقي، هو أساسا ستريا أساسا الكيان الصهيوني بعد بهذه القوة حتى تخاف من عند هذه الحكومات والدول؟ ما احنا شفنا طوفان الأقصى شنو سوى؟ لا، هو اتضح انه هذا الكيان الصهيوني اوهن من بيت العنكبوت، وهذا ما قلناه نحن في لبنان بال2000 وبال2006، قلنا أن هذا أوهن من بيت العنكبوت. ولذلك نحن شفنا بعد أربع ساعات من طوفان الأقصى وعملية المقاومة الفلسطينية في غلاف غزة، استنجد هذا الكيان بكل العالم. ولذلك رأينا الأمريكي والفرنسي والبريطاني والكل أتى
عدده نعم. وتعداده لكي ينقذ هذا الكيان نعم. ولكن هو يعتمد أيضا على هذه الأنظمة العربية التي سوف تصمد، يعني كما ذكر الأستاذ كامل الأستاذ كامل بموضوع مصر، موضوع أنه عدم قبولهم في سيناء، وكأن أهل غزة يريدون أن يرحلوا عن رأيناهم من تحت الأنقاض، لا يريدون، يجلسون على أنقاض منازلهم ولا يريدون الرحيل من غزة. ولكن هو منذ بداية العدوان قال لهم، قال للعدو الإسرائيلي أنه خذهم إلى النقب، احرقهم حيثهم، ولكن لا نريدهم في مصر، لأنه كي تفهموا أنه هناك بعد معاهدة بعد القمة العربية وبعد بيانها خطاب أو فد كلمة لوزارة الحرب بالنسبة للكيان الصهيوني تكلم بها نتنياهو وغالنت وزير الدفاع الإسرائيلي. خلينا نشوف كلمة نتنياهو مخرجنا إذا تعطينا كلمة نتنياهو. نعم، الحرب ضد حماس داعش تستمر بقوتها ولها هدف واحد، أن ننتصر. لا يوجد بديل للانتصار. سوف ندمر حماس وسوف نعيد مخطوفينا. قوات الجيش أتمت محاصرة غزة وهي موجودة على مشارف مستشفى الشفاء، وقد صفوا الكثير من المخربين، ومنهم قادوا تلك هذلك الهجوم الفظيع في 7 أكتوبر. لقد فقدت حماس سيطرتها على القطاع، لا مكان يختبئون فيه، من سنوار إلى آخر المخربين، كل حماس لا يستحقون الحياة. قواتنا تصيبهم فوق الأرض وتحت الأرض. سوف نستمر بقوتنا الكاملة، سوف نستمر بكل. سمعنا التصريح أستاذ كامل. واحدة من النقاط الأساسية المذكورة ببيان القمة العربية إدانة أفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي. بعدها مباشرة طلع نتنياهو بهذا الخطاب يوصف حماس بداعش وأن قواته مسيطرة على غزة. شلون نفسر هذا الخطاب؟ يعني هو الخطاب اللي تحدثوا به الرؤساء العرب كان يقصدون بوزير التراث الإسرائيلي اللي طالب باستعمال السلاح النووي. هو ذاك تصريحه بهذا المستوى، وهم يصدرون بيانات يعني بائسة تجابه هذه العنجهية الإسرائيلية. الحمد لله سبحانه وتعالى حماس كسرت عنجهية الكيان الصهيوني، أثبتت عجزهم، أثبتت فشلهم، وأثبتت أنه أسطورة الكيان الصهيوني والجيش الذي لا يقهر وأجهزة الاستخبارات التي تعرف كل شيء والدعم الأمريكي الحاضر للكيان الصهيوني، كلها أوهام غير حقيقية. كانوا يعبدون أصنام من دون الله، فلما جاءت فأس إبراهيم دمرتهم. سألوا إبراهيم من فعله؟ قال كبيرهم، ماذا أسألهم. هذه الآليات الصهيونية، الاستخبارات، الموساد، الشاباك، غيرها، كلها عجزت عن مواجهة خطة حماس في هذه الضربة القاصمة التي جعلت الكيان الصهيوني يترنح. شوف عزيزي أستاذ عباس، وجود الولايات المتحدة الأمريكية ومسؤول فرنسي ومسؤول بريطاني ومسؤول كندي ومسؤول استرالي وبلينكن 3 مرات يجي للمنطقة، وزير الدفاع الأمريكي يقعدون يجون لمجلس الأمن القومي الصهيوني يحضرون، هذا حضور واضح جدا أن أمريكا مرعوبة من ضربة حماس للكيان الصهيوني، مع أن الكيان الصهيوني قارب على الانهيار التام، ولذا جاءوه مسرحين. يعني نسمع أكثر من 3 أسابيع الكيان يهدد بورقة الغزو البري وغيرها من التفاصيل، هو بعده بمكانه، ويطلع نتنياهو يحكي عن نصر وإحنا مسيطرين على كامل القطاع. هذا الكلام كلام تكرر في حربهم مع حزب الله. قالوا سوف نقضي على حزب الله ولن تتوقف الحرب حتى القضاء على حزب الله. من أسرى جلعاط وذول الاثنين، وبعدين أطلقوا سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. هذا الكيان الصهيوني ما يملك آلة حرب ولا يملك خطة حرب ولا يملك استراتيجية حرب. الذي يملكه هو أن يقتل الأطفال والنساء والبيوت والمستشفيات. ما عنده لا خطة عسكرية ينزل بها ولا عنده نظرية استراتيجية للحرب. هو الآن يحارب من؟ هو موجود مع شعب أهل صاحب أرض.
لا توجد قدرة للكيان الصهيوني على خوض حرب بالمعنى الحقيقي للحرب. الذي ينصر الكيان الصهيوني في معركة هو جبن الرؤساء العرب وتقاعس جيوشهم عن أداء الدور، ولذا هو يبقى يصور الوجول بالساحة. بس توفرت عناصر جهادية، عناصر مناضلة حقيقية، عناصر مدافعة حقيقية، فشل الكيان الصهيوني في أي معركة لحد الآن. كل معركة ويا الفصائل الجهادية سواء كانت في جنين، في غزة، في جنوب لبنان، كلها فاشلة. ليش؟ لأنه يوجد مقاتل حقيقي على الأرض وسلاح عبيدة، وحتى بفلسطين ومستعد للدفاع، بمعركة للدفاع سيف القدس في 2021 وطوفان الأقصى حاليا، يعني أكثر من تقريبا 36 يوم. الضربات المتتالية، الحرب من هذا مستمرة النوع، والكيان الصهيوني ما عنده غير خيار الإبادة الجماعية والقصف الجوي. انتقل إلى ثريا بنفس هذا الخطاب، نتنياهو يبرر عمليات القصف وضرب المستشفيات والمراكز الصحية والطبية بوجود المقاومة بالقرب من هذه المراكز. هذا معناه أنه تشريع للقصف واستمراريته خلال الأيام القادمة هو غطاء دولي أخذوا منذ اللحظة الأولى على المياه والوقود والأكل والشرب، عن الكهرباء، عن غزة، بالمستشفيات التي فيها، بالمنظمات الغير حكومية الموجودة فيها، حين يقصف السيارات الإسعاف، حين يقصف ويقتل أكثر من 100 شخص بتابعين للأونروا للأمم المتحدة. نعم. حين يقصف للمرة الأولى مشغل معمداني الأهلي، لماذا لا يبرر أيضا قصف المشافي الأخرى؟ يعني القرار بتصفية غزة، بإنهاء غزة، بحجة أن فيها داعش كما يدعون، أو فيها يعني هم لا يعترفون بهذا الشعب الفلسطيني، لا يعترفون بهذا الحق للشعب الفلسطيني بالبقاء على قيد الحياة، بأن يقاوم ويكون له حق تقرير المصير. ولذلك يعني تتقاذفه هذه الدول بمخططات ومشاريع، يوم على سيناء، يوم على الأنبار، يوم على بالداخل الفلسطيني، ولكن هؤلاء يجيئون من كل فلسطين إلى غزة. وهذا ولذلك أنه هو أساساً حصار غزة من سنة نحكي فيه، أكثر من 17 عاماً نحن ننادي ونصرخ، وغزة تصرخ وتنادي بفك الحصار عن غزة. اليوم استفاق فعلاً، هذه إشارة مهمة، أنه اليوم حرب غزة مو من 7 أكتوبر ولا من 2021، حرب غزة صار لها 75 سنة تقريباً. هي مقاومة بالعمليات السابقة، وهذا القصف الوحشي الذي تتعرض له غزة شهدناه بال 2014، شهدناه بال 2008، وبمباركة عربية كما اليوم كما في السابق. ولكن اليوم هناك إبادة جماعية، ولذلك يستطيع أن يقول نحن سمعنا شفاء مواطنين. نعم. الصوت غير واضح. ست ثريا، انتقل لك استاذ كامل، الوضع حاليا نحن نشوفه إبادة جماعية، وبدت مشاركات من باقي فصائل المقاومة في الدول المحيطة والقريبة على فلسطين، من لبنان، حزب الله، اليمن، المقاومة العراقية، الدعم الإيراني وباقي فصائل المقاومة. شلون تتابع حاليا هذا الموقف؟ بالأيام القادمة ممكن نشوف تواجد أكثر لفصائل المقاومة على أرض الواقع بخط الصد مع الكيان الصهيوني؟ يعني هو المعركة الشاملة التي أنا أقول أنها انطلقت ولو لم تعلن رسميا من الناحية الواقعية، حينما تشارك قوى من اليمن وقوى من العراق وقوى من جنوب لبنان بمعركة تجري في فلسطين في غزة، فبمعنى أن التوسع الحقيقي حدث. نعم رسميا لم يعلن طرف معين يعني توسعة الحرب بشكل رسمي، ولكن هذا المسار الذي تقود به أمريكا العالم لا يبقي للآخرين أي خيار، لا يبقي للآخرين أي بديل. يعني الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يجبرون العالم على مقاومتهم، يجبرون الناس
على أن ترتفع أصواتها. أنا ما أستغرب جدا أنه اليهود بأمريكا هم الذين بدأوا المظاهرات في الدول الأوروبية والغربية. يهود أمريكا نفسهم قالوا إسرائيل لا تمثلنا، هذه الجرائم لا تمثلنا، لا يليق بنا أن ننتمي إلى هذه الجرائم وندافع عنها. إذن العالم بدأ يصحو، القوى السياسية والجهادية في المنطقة بدأت تتحرك، وسائل الإعلام بدأت تنقل. المظاهرة الأخيرة في أمريكا في واشنطن قطعوا عنها الاتصالات والنت وأبعدوا الصحفيين مسافات حتى ما يغطون. الكل بدأ يصحوا إلا الحكومات العربية بعدها تخاف حتى تسمي. إذن عباس، نحن أمام تغير أساسي. يعني لما عمال موانئ في ميناء برشلونة يمتنعون من نقل أسلحة إلى الكيان الصهيوني، لما دولة مثل بوليفيا هي كشفت طوفان الأقصى، كشفت الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني. يعني لما دولة بأمريكا اللاتينية تطرد سفير إسرائيل فيها، معنى أن العالم بدأ يتحول إلى تصور آخر، إلى رؤية أخرى. معنى أن الخديعة الإعلامية الأمريكية لم تعد حاكمة. لذا أتوقع أن هذا بداية صار واضح النهاية. وحتى جرائم الكيان اليوم صارت واضحة بحق الأطفال الفلسطينيين. لما نقول أكثر من 4,700 طفل من مجموع 11,000 أو 11,300 شهيد، فواضح صار وجه الكيان. خليني أنتقل إلى الأستاذ رعد جبارة، الدبلوماسي السابق من طهران. نرحب بك أستاذ رعد. أستاذ رعد إذا تسمعنا نرجع إن شاء الله مرة ثانية نتواصل ويا أستاذ رعد. سثريا نفس ما قلنا، وجه الكيان صار واضح وضعف الكيان أوضح خلال عملية طوفان الأقصى وما بعدها. شنو تنتظر هذه الحكومات حتى يكون لها موقف حازم وشجاع بحق القضية الفلسطينية وتنصر الشعب الفلسطيني؟ العربية يعني لا أحد يعول عليها. الموقف منذ اللحظة الأولى، أتت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكل عشيرة الاستعمار، دول الاستعمار الغربي، إلى لنصرة إذا بدنا نقول الكيان الغاصب الصهيوني. ولكن هؤلاء العرب منذ اللحظة الأولى أدانوا، وفي منهم من اتصل بالكيان الغاصب ليعزي بالمستوطنين الذين قتلوا أو ليستنكر عملية طوفان الأقصى، ولكن أيضا لهذه غزة وهذه المقاومة في فلسطين لها أهل في لبنان وفي اليمن وفي العراق، وهم تحركوا. حتى يعني لمن يقول أن بعدم توسعة رقعة المعركة الحرب، ولكن لا، هناك معركة في جنوب لبنان، هناك شهداء يرتقون في على طريق القدس، هناك يعني إعلان من اليمن بأن هذه الصواريخ نصرة لغزة ولأطفال غزة وتحية للمقاومة، وفي العراق أيضا. بالتالي اليوم اللي يسأل عن المقاومة موجودة وأثرها واضح على الكيان الصهيوني، وهذا تحدث به حتى نتنياهو بخطاب واضح وصريح. خليني أرجع لي الأستاذ رعد جبارة، الدبلوماسي السابق مثل ما ذكرنا من طهران. رحب بك أستاذ رعد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرحب بك. أستاذ رعد، يوم أمس القمة العربية الإسلامية انعقدت بالرياض، العديد من المخرجات لهذه القمة، بيانها تضمن 31 نقطة، مشاركة العديد من الدول. شلون تابعت هذه القمة؟ قراءتك لمخرجات القمة بما ينسجم مع الوضع بفلسطين وحرب الإبادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني؟ تحياتي لكم أستاذ عباس رشيد وللأخ الكريم الصديق كامل الكناني. حياك الله. والسيدة ثريا العاصي من لبنان. الحقيقة أنا استمعت للمقابلة كلها تقريبا من بداية البرنامج لحد الآن، فوجدت أنه المطروح خلال هذا البرنامج كله عبارة عن حمى أو حمامة أو كذا، أو يعني هذا تقييمكم كله من أوله إلى آخر البرنامج هذا. إذا كان هذا هو التقييم لهذه القمة أو القمامة أو القمة، فلماذا ذهب السيد إبراهيم رئيسي وشارك فيها وجلس في هذه القمة أو القمامة؟ أخي الكريم، عندما نريد أن ننقد شيئا نعطي إيجابياته وسلبياته. نعم هنالك
قضايا بالحقيقة لم تكن بمستوى الطموح. عندما انعقد المؤتمر هذا المؤتمر مؤتمر القمة العربية والإسلامية بحد ذاته يعتبر خطوة إيجابية، رغم أنها لم تكن بمستوى الطموح الذي كانت الأمة الإسلامية تعقد عليه الأمل، لكن الاستجابة لدعوات انعقاده هو من أجل مؤازرة كل النقاط. استاذ رائد عزيزي للتوضيح، اولا الحدث حدث مهم، واحنا تغطيتنا مواكبه للحدث، القمه العربيه انعقدت يوم امس بالرياض، هذه نقطه. النقطه الثانيه، احنا نناقش كل نقاط البيان تقريبا، واشرنا الى اغلب واهم نقاط البيان، لكن احنا نتساءل انه هذه القمه ومخرجاتها تنسجم مع الاباده الجماعيه الموجوده حاليا بالكيان بفلسطين. السيد عباس رشيد أخي الكريم، هنالك 31 بند صدر عن هذه القمة وشاركت في المصادقة عليه على بيان ختامي. النقاط الإيجابية نحب نسمعها من جنابك. نعم، هنالك تأخير حصل في انعقاد المؤتمر، ويعني بعد مرور 36 يوم على بدء هذه القضية، وطبيعة البيان الختامي الذي صدر عنه لم يكن بالمستوى المطلوب. انما فلسفه انعقاد القمم اساسا هي الدفاع عن القيم، لكن هذه البديهه هي لم تتحقق منذ بدء انعقاد مؤتمرات القمه العربيه في عام 45 بسبب طبيعه الانظمه القائمه في العالم العربي. يعني احنا لو عرف السبب بطل العجب. هذه الانظمه القائمه يا اخي الكريم كل اموالها في اوروبا وامريكا، كل تسليحها اوروبي وامريكي، كل قراراتها لا تتخذ بسبب ملاحظة وخوفها المفرط من ردة الفعل من قبل القوى العظمى. فليش تستغرب استاذ رعد اذا سمعت طرح سلبي بما يخص القمة؟ لا، طرح سلبي صحيح، هو طرح سلبي. العفو اخوان، اذا صوت استاذ رعد تحاولون اياه. حجم الجريمة مشكلة التي حصلت في تحصل في غزة، يعني هي تنتظر 31 نقطة، يعني هي لا احنا اساسا ست ثريا. انا اتمنى استاذ رعد يطرح لنا ايجابيه واحده. انا هذا اللي سالته استاذ كامل، اريد ايجابيه. ايجابيه واحده، قل له اكو ايجابيه واحده، اكو قرار عملي، اكو قرار ميداني، اكو قرار. هذه انا استاذ كامل، انا القمه من لما صدر البيان الختامي كامل ساحبها بورق ونقطة نقطة مثل ما نقول قرأتها، يعني مثل ما قلنا مع ثريا انه قمة مطالبات. انت عندك وقت، احنا اصلا عاجزين من قممنا السابقة الفاشلة كلها ندري بها، فتوقعنا ان هذه القمة لا تختلف عن قمامتها السابقة. هذا واجبنا بعد بالمتابعة. لذلك ثريا، ممكن استاذ رعد يعني ما سعفنا الموضوع انه يعطينا فد إيجابية، نعطينا إيجابية حتى لا نظهر للمشاهد أنه إحنا سلبيين أو ناقدين للقمة، إحنا نطرح الموضوع بكل حياد. بالتالي نسمع من عندك إذا أكو فد تشخيصات إيجابية لاحظتيها ومخرج إيجابي من القمة. صوت ثريا، إذا أستاذ ثريا إذا تسمعنا. أنا عم بسمعك بس أنا اللي عم بقوله أساساً القمة بحجم الحرب الحاصلة في غزة، حرب الإبادة، حرب يعني ما سمعنا من القمة إنه ذكروا إنه ما حصل في ما يحصل حصل ويحصل في غزة هو جينوسايد، هو مجزرة، حرب إبادة، تطهير عرقي. ما سمعناها، سمعنا من الأطفال في غزة، وسمعنا من سياسيين في أوروبا، في إسبانيا وفي إيرلندا، سمعنا منهم كلام بهذا الحجم. خليني أرجع مرة ثانية للأستاذ رعد، لأنه هو ينضمنا من خلال الهاتف نسمع. تفضل أستاذ رعد. أستاذ عباس رشيد، المسألة هنا أنه هل هذه القمة كان عبارة عن مجلس حرب؟ هل هي مجلس أعلى للأمن القومي العربي والإسلامي؟ لا، هذه قمة يحضرها مسؤولين مدنيين، رؤساء، سفراء، وزراء، ناس عاديين ليسوا هم رؤساء أركان ولا وزراء دفاع. أستاذ هادي، هاي شلون قمة؟ أستاذ هادي، هي قمة استاذ، هذه هي قمه. خلي اكمل قمه، يعني راس المجتمع، القمه يعني راس الدول.
رؤساء دول كلهم رؤساء. خلي أكمل أنت وبعدين كمل رأيك. أنا بعدني وين ما تكلمت رأسا قاطعتوني. تفضل تفضل أستاذ. أنت تطرحون رأي وأنا أطرح الرأي الآخر. تفضل تفضل نسمع نسمع. البرنامج فيه فتحة لطرح الرأي والرأي الآخر. أكيد أكيد المساحة لك. تفضل. مؤتمرات القمة هي عبارة عن تجمع وليس هي عبارة عن مجلس حرب. لم يأتوا لإعلان حرب على الكيان الصهيوني. جاءوا اتخذوا قرارات. هذا ما اتخذ هذا الذي اتخذ هذا بالإمكان. هذا الذي هو بإمكانهم أن يقولوه. لو كنت أنت واحدا منهم رئيس جمهورية وترى أن أرصدت أموالك في البنوك الأوروبية والأمريكية وترى أن جيشك تسليحه كله أمريكي وأوروبي وترى أن الضغوط الموجهة لك وأنت عبارة عن دولة ضعيفة من دول العالم الثالث دول متخلفة كل هذه الدول لا تستطيع أن تتخذ قرارا بمحو إسرائيل من الخارطة بما فيها إيران لم تتخذ هذا القرار ذهبت وشاركت وهي تعلم بأن هذا البيان الختامي يتضمن كذا وكذا وكذا هذه الفقرات تعطى للدول المشاركة في القمة قبل أن تنعقد وقبل أن يصل الرئيس ويعطون آراءهم فيها. أستاذ رعد أستاذ رعد ليش ننطلق من هالمنطلق هذا أستاذ رعد؟ الرئيس الجزائري أخي كريم الرئيس الجزائري لما شاف هاي القمة بها هكذا بيان ختامي وبها هكذا قرارات طلب تضمين المؤتمر الختامي البيان الختامي كذا وكذا وكذا لم يستجيبوا له لم يأتي لماذا ذهب الرئيس إبراهيم رئيسي لماذا لم يوفد وزير خارجيته أستاذ رائد عزيزي إذا تسمعني إحنا ليش إحنا ليش ننطلق من هالمنطلق الضعيف إحنا اليوم مثل هذا أنت مشكلتك ليش رئيسي شارك المقاومة الفلسطينية واحد المشكلة رئيسي الرئيسي تحدث بكلام مختلف تماما المشكلة مو رئيس اللي يشارك المشكلة هاي المجازر الجماعية الإبادة تركيز على جانب وإقفال جوانب أخرى تركيز على الجانب العربي وإقفال الجانب عفوا أستاذ رعد أستاذ رعد أنا أسأل الموجودين من هم المشاركين بالقمة منو أخي الكريم المشاركون هم رؤساء الدول العربية رؤساء يعني هم مو ناس أستاذ رعد يعني هم مو ناس عاديين يعني هم الناس تنتظر من عندهم قرار وتنتظر من عندهم مخرجات طيب إذا كانت الدول العربية عاجزة لماذا لم تتخذ الدول الإسلامية قرار بشن الحرب لماذا باتت الصواريخ كلها في الكهوف لماذا تبقى هذه القوات في الدول الإسلامية في تركيا وفي إيران وفي إندونيسيا والدولة النووية الوحيدة باكستان وغيرها 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 فليجنوا الحرب فضلوا مثل ما اليمن قال وفعل مثل ما العراق قال وفعل مثل ما حزب الله لبنان قال وفعل هو احنا هنا مشكلتنا استاذ رعد هنا مشكلتنا بمواقف الحكومات الدول الاسلاميه الحكومات الاسلاميه الدول الحكومات العربيه لم تقم بما يتوجب عليها فلتقم الدول الاسلاميه بواجبها نحن الان نرى الدول الاسلاميه متفرقه ولكن هل تعول هل تثق وتعول على تركيا الذي اعتبرها مسألة شخصية بينه وبين نتنياهو وليس بينه وبين إسرائيل أنه على من نعول ولذلك نحن قلنا أنها أستاذ رعد إذا تسمع صوت سفرية أستاذ رعد وهي علاقات عامة بين الدول الإسلامية ولكن عجزهم نحن نعرف أنهم عجزون ولكن بيطلعوا بيغطوا على جرائم الكيان الغاصب عفوا سفرية عفوا عفوا لذبح أطفال غزة تفضل تفضل أستاذ رعد أنا أقول إذا كانت الدول العربية عاجزة فتبادر الدول الإسلامية نعم كانت كلمة السيد إبراهيم رئيسي تعبر عن ضمير الأمة وعن إرادة المقاومة وعن شجاعة الممانعة كما كانت كلمة السيد محمد الشيع السوداني في مؤتمر قمة الآخر القائرة الأخير أيضا كلمة شجاعة وقيمة ورائعة وعبرت عن شجاعة الشعب العراقي ولكن سؤالي هنا إذا كنا ننتقد الدول العربية فأين هو دول الإسلامية المشاركة في المؤتمر؟ أستاذ رعد وهو هذا اللي قاله أستاذ كامل وهذا اللي نقوله إحنا ما جاي نحدد اليوم أو شخص إحنا جاي نقول الدول العربية الإسلامية. السيد إبراهيم رئيسي لماذا حضر فيه السيد إبراهيم رئيسي شخصياً؟ لماذا لم يرسل وزيرا او سفيرا او ما نختلف استاذ رعد ما نختلف على اهميتها واهميه عقدها بهذا التوقيت احنا مشكلتنا بالمخرجات
نريد مخرجات حقيقية واقعية تنسجم ويا الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. نعم. قمة من المطالبات والإدانات ما راح يستفيدون من عدها الفلسطينيين. مجلس الأمن وغيرها، الطالب والداعي بعبور المواد الإنسانية وغيرها، وما شفنا استجابة من الكيان. نعم. أشكرك أنا أستاذ رعد إجبارة الدبلوماسية السابق من طهران، وكذلك أشكر الأستاذ كامل الكناني الكاتب والمحلل السياسي الله. وأشكر الست ثريا العاصي انضمت لنا بهذه التغطية عبر سكايب من لبنان، والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لهذه التغطية. نلتقي إن شاء الله بتغطيات أخرى ومواقف متجددة ومواقف شجاعة اتجاه القضية الفلسطينية واتجاه المعتدي والمحتل الكيان الصهيوني للأرض الفلسطينية. في أمان الله.